من الجنوب البهية وأجمل مصايفنا أبى إلا أن يكون حاضراً بوفائه ومشاركاً نيابة عن أبناء خميس مشير، عنهم الإعلامي المتميز مقدم برنامج ما يصير اليوتيوب المعروف الأستاذ عادل الفيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعتذر للجميع أن الصوت كان جميل، لكن خلال هذه الثلاثة أيام وعكة صحية أدت إلى رداءة الصوت، فأعتذر منكم جميعا. وأتشرف وكل شرف أن يكون على هذا المنبر أمام هذه الوجوه الطيبة وأبناء القبائل العظيمة، فأوجه إليكم تحية من قلبي وأرجوكم أن تؤدوا تحية لأنفسكم. من خميس مشيط مع إخواني وأحبابي جئنا نشارك الفرحة ونعتز بوجودنا بينكم، فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر ويجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. ونقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أنا مثل الذي يعني إذا قلت هذه القصيدة بين هؤلاء الشعراء الفطاحلة مثل الذي يبيع الماء على أهل زمزم، وهذه مشكلة كبيرة، لكن صغر سني وجمال وجهي يجعلكم تعذرونني. أيها الأحبة، أقول باسمي وباسم من أتى معي، أقول من نادرات الشعر والمعنى من الوزن الثقيل اللي لين قالت سبق ما تحتوي إحساسها، مني سلامي والتحية عدما وبلا المخيل عن ناس اللي في القلوب ولا نقص مقياسها، عني وعن أهل الجنوب اللي تسابق للجميل نشارك الفرحة ومبارك للحروب عراسها. مبروك لك يا صاحبي يا زياد يا نعم الخليل، إعداد هبات الهبوب وذعلعة نسناسة، وإعداد ما شبوا في ظلمة ليل قنديل وفتيل، وإعداد ما عذرة بقطعة شال غطت راسها. مبروك لك مبروك لك إعداد ما قد راح في العليا سهيل، وإعداد ما كل الخلايق اشهقت بنفاسها، وهديك باقة ورد يخالطها شذا زهرا جميل، وفيها من الياقوت والفضة ومن ألماسها، وفيها من الكادي الذي سقى جذوره سلسبيل، وترابها المسك والعنبر خليط غراسها. والله يتمم لك فرحك وجعل حظك ما يميل، ويكسيك من ثوب السعادة جميل الباسها واختامها. مني صلاة على النبي طه الخليل، إعداد سكان السماء ونجومها وحراسها. وأخيرا أقول للشرف والله أني وقفت أمامكم عادل مسعود الفيفي يمثل أصحابي من أهل الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.